مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم غادي نديرو أسئلة ديال آخر درس اللي هما سينيالي تيمبوراني اي دي كانتيري. اللي ما فاتوش شافوا الفيديو اللي قبل فأنا درتو، ولكن بعد رجعتو بريفاتو لأن ما كنتش راضية على الجودة ديالو، ما كانش كيتبان الأسئلة، وكذلك الصوت كان ناقص والصور ما كانوش واضحين. كنتمنى هاد المرة تكون لا كاليتي ديال الفيديو أحسن. ونبداو بلا ما نطول عليكم بأول سينيال، وكذلك لذلك غادي تشوفوا معايا طريقة جديدة باش نديروا الكويز. فاحنا غادي نشرحوا واحد المجموعة ديال الأسئلة، غنشوفوا الأسئلة اللي غالطة والأسئلة اللي صحيحة على كل علامة. فاول سينيال غادي نشوفو لي دوماندي فالسي لي دوماندي فيري، هو هاد السينيال دي لافوري ان كورسو. اللي مازال ما شافش الدروس فانا درتهم في مجموعة ديال الفيديوهات، يمشي يشوفهم قبل ما يبدا معانا هاد لي دوماندي. نبداو مع لا بريما دوماندا اللي تتقول ليا اي سيجنالي رافيغوراتو بري افيزا لافوري ان كورسو. فهاد لا دوماندا فيرا، لان فعلا هاد السيجنال اللي كيبان ليا هنايا، فانا حطيته ليكم هنايا بواحد الحجم مصغر باش تبقاو عاقلين عليه، تيقول ليا تشي سارانو دي لافوري ان كورسو او الاعمال في الطريق. Ma la seconda domanda, se sguglia, il segnale raffigurato preavvisa cantieri di lavoro. Preavvisa è ni che elmni cantieri di lavoro o a moque di l'ashgal o la moque di l'amel. يعني كاينين اشغال في الطريق كذلك، هادو شنو تتعني هاد لا دوماندا؟ allora è vera perché veramente quel segnale è di lavori o la cantieri di lavoro in corso. Ma بالنسبة alla terza domanda, se sguglia, il segnale raffigurato preavvisa eventuali depositi temporanei di materiali o macchinari. Depositi temporanei di materiali o macchinari, يعني إما عندنا مواد ماتريال أو لا عربات اللي هما كيقوموا بالأشغال في الطريق، محطوطين ديبوزيتي يعني محطوطين بطريقة ماشي دائمة، تيمبوراني يعني مؤقت. فعلا هاد السينيال بما انه تيقول لي راه كاينين لافوري ان كورسو او لا كاين اون كانتيري دي لافورو سولا كاريجاتا ولا سولا سترادا، فكذلك معنيتها غادي نلقى ماتيريال، غادي نلقى دي ماكيناري اللي كاينين وسط لا كاريجاتا او لا في لا كورسيا ولا في الطريق عموما في لا سترادا، اللي هما اللي كيقوموا بهاد الاشغال. allora questa domanda è vera. La quarta domanda, che è sempre vera, ci dice: il segnale raffigurato preavvisa la eventuale presenza di uomini che lavorano presso o sulla carreggiata. Preavvisa la eventuale presenza, che tu li è in NHU, che in in, واحد, l'ummel, uomini, o la NES, umumen, che lavorano li khdemin presso, yani wast l'jenb, او لا sulla carreggiata او la وسط la carreggiata. È vero, بما انه هاد السينيال كيف ما قلنا قبل تيقول لي ci sono lavori in corso او لا preavvisa cantieri di lavoro، فبطبيعة الحال غادي نلقى كذلك uomini او لا operai اللي خدامين او sulla carreggiata يعني الوسط ديال الطريق او لا presso la carreggiata يعني في الجنب ديالها. La quinta e l'ultima domanda vera. Il segnale raffigurato può essere integrato da pannello che indica la lunghezza del cantiere. هاد السينيال اللي عندي هنايا ممكن يكون معاه واحد السينيال اخر او واحد البانيل واحد اللافته اللي تتوريني شحال الطول ديال ورشه الاعمال او ديال الكانتييري ديال الموقع ديال العمل. مثلا هاد الكانتييري مثلا الطول ديالو 5 كيلومتر، يعني عندي 5 كيلومتر ديال الاشغال، ممكن نلقى اون بانيل اللي تيقول لي فعلا لا لونغيتسا او اللي كيعلمني بلا لونغيتسا ديال il cantiere di lavoro. Allora questa domanda anche è vera. Udaba غادي ندوزو نشوفو le domande false. Abbiamo 5 domande false. La prima ci dice: il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli che escono dal cantiere. اول حاجة نشوفو شنو معنى ديال la parola impone. Impone يعني يلزم. كيقول لي واش هاد السينيال كيلزم عليا انني نعطي حق الاسبقيه داري لا بريشيدنسا اي فييكولي كي اسكونو دال كانتيري، العربات اللي خارجين من هاد الموقع ديال العمل.
فالسو. هاد السينيال ما تيقولش ليا، ما تيهضرش ليا كاع على لا بريسيدنسا، غير كيعلمني انه كاين اون كانتيري دي لافورو. allora questo segnale non impone di dare la precedenza ai veicoli che escono dal cantiere. Allora, questa domanda è falsa. Seconda domanda. Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto. Quelquesed segnal kilmni o kilzmni obbligo, l'obbligo kilmni kilzmni di dare la precedenza انني نعطي الاسبقيه. ملي كنقول نعطي الاسبقيه يعني خاصني نخلي واحد العربه اخرى هي اللي تدوز، نوقف ونعطي حق الاسبقيه. اي فييكولي كي بروفينغونو ان سينسو اوبوستو، بالنسبه للعربات اللي جايين من الاتجاه المعاكس. كيف ما قلنا في السؤال الاول ان هذا السينيال ما عنده حتى علاقه بلا بريشيدنسا، ما تيقول لي حتى شي حاجه على لا بريشيدنسا، كيعلمني فقط انهم كاينين لافوري ان كورسو. allora non mi obbliga di dare la precedenza né ai veicoli che escono dal cantiere né ai veicoli che provengono يعني اتين يعني جايين in senso opposto من الاتجاه المعاكس. allora anche questa seconda domanda è falsa. La terza domanda: il segnale raffigurato obbliga a invertire il senso di marcia nelle ore di lavoro degli operai. Falso. لأنه هذا السينيال ما تلزمنيش أنني نعكس اتجاه السير ديالي. invertire هي عكس il senso di marcia اتجاه السير nelle ore di lavoro degli operai، الوقت اللي خدامين فيه العمال. كيف ما قلنا قبل، هذا السينيال ما تلزمنيش انني نعكس اتجاه السير ديالي، مثلا انني ندير دومي تور ونقلب الطريق لانهم مثلا العمال خدامين. allora anche questa terza domanda è falsa. Nella quarta domanda abbiamo: il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori. من هنا خاصكم ديجا تكونوا فهمتوا انه هاد السينيال ما كيلزم عليا حتى شي بريسيدنسا، ما كيلزمني نعطي حق الاسبقيه لحتى شي واحد، فهو فقط كيعلمني انه كاينين كانتيرين كورس. وكنعاود معكم المعلومه شحال من مره باش هكا تسمعوها اكثر من مره وتفكروها اكثر وتفهموها كذلك اكثر. La quarta domanda, se ci capita nei quiz, è falsa. الكلمة اللي ممكن تكون ما واضحاش هي addetti ai lavori، بحال كنقولوا operai la stessa cosa يعني العمال. Allora questo segnale non mi obbliga di dare la precedenza agli addetti ai lavori. Ultima domanda. Il segnale raffigurato preavvisa un senso unico alternato. Tipo questo segnale ti علمني انه الطريق غتولي في اتجاه واحد ولكن بالتناوب، يعني مرة غيدوزو صحاب اليمين غيوقفوا الناس اللي جايين من اليسار، مرة غيدوزو الناس اللي جايين من اليسار وغيوقفوا صحاب اليمين. هذا شنو كنعنيو ان سينسو اونيكو الترناتو؟ اي فالسو. بيركو كويستو سينيالي نون بريافيزا ان سينسو اونيكو الترناتو. غادي ندوزو نكتشفوا اسئله ديال السينيال اخر اللي هو هذا سينيالي تيمبوراني دي بريافيزو دي سيمافورو. Prima domanda li عندنا هنايا، كتقول لي il segnale raffigurato preavvisa un impianto semaforico in presenza di un cantiere stradale. Che qui è il segnale che علمني o che ينبهني che c'è un impianto semaforico، يعني ضو احمر اصفر اخضر، in presenza di un cantiere stradale مع وجود واحد الموقع ديال الاشغال. اي فيرو. هنا واحد النصيحه، دائما ملي تقراو السؤال شوفوا هذاك السؤال واش كيعطيكم المعلومه الصحيحه اللي كيقول لكم هذاك السينيال، ولا تيعطيكم معلومه غلطه لهذاك السينيال. فاذا كان كيقول لنا واحد المعلومه صحيحه حنا غنديرو فيرو، كان كيقول لنا واحد المعلومه غلطه حنا غنديرو فالسو. يعني خاصنا نوليو شويه ناناليزي ولا نحلو هذاك السؤال اشنو تيقول لنا، نفهموه اكثر. الناس كيسولوني واش غنحفظ نحفظ نحفظ، ما كايناش الحفاظه، واحد
واحد المقطع اللي بسيط او لا شي معلومات بسيطة اللي فيهم الارقام هما اللي مثلا كي خصنا نحفظوهم. الاغلبيه كي خصنا نحلو نفهمو ونعاودو الحاجه بزاف المرات، مثلا بزاف ديال لي كويز باش نفهموهم ونعقلو عليهم. فالحفاظه ما يمكنش، راه الكابيتولي بزاف المعلومات كتار وطوال. نسدو هذا القوس ونكملو مع الدوماندا الثانيه. La seconda domanda. Il segnale raffigurato si può trovare sia su strade urbane che extraurbane. È vero, هذا السينيال هذا ممكن نلقاه في طريق داخل المجال الحضري وطريق خارج المجال الحضري. هادي شنو كتعني strade urbane e strade extraurbane. Terza domanda. Il segnale raffigurato può essere posto prima del restringimento di carreggiata per lavori in corso. Gal ked segnal mumkin lqaw può essere posto mumkin kon محطوط prima qabl del restringimento، يعني صديق مثلا طريق مني كضيق ما او لا كاريجاتا ملي كضيق ملي كيكونوا فيها الاشغال، فممكن نلقى هذا السينيال اللي هو باش كينظم مثلا، لانهم تيديروا السيمافور باش كينظم الطريق، كيوقف مثلا اللي غادي من اليمين يدوز اللي غادي من اليسار الى اخره، لانه لا كاريجاتا مثلا كتكون فيها دوي كرسي كتولي فيها غير اون كرسي سولا، لانهم خدامين مثلا في لا كرسي دي ديسترا او لا كرسي دي سينيسترا. L'ultima domanda vera, se tu nel segnale raffigurato il disco al centro, ed è era l'illust, e a luce gialla lampeggiante, yani huwa do sfar tishel u tayitfa tishel u tayitfa. نعم، لأنه في هذا السينيال ممكن هذاك الدائرة اللي الوسط يعوضوها، ديك الدائرة الصفراء يعوضوها بواحد الضو اللي كيشعل وكيطفى باش السائق أو الكوندوتشينتي تيرد باله أكتر. La prima domanda falsa che tu lia, il segnale raffigurato preavvisa un semaforo che regola il traffico in transito su ponti mobili o girevoli. هاد السينيال غادي نلقاو انه كيقول ليا كاين واحد السيمافورو اللي كينظم سير ريغولا الترافيكو ان ترانزيتو سو بونتي موبيلي. بونتي موبيلي هما الجسور المتحركة او الدائرية. هنا فالسو، لانه هاد السينيال ما تيقولش ليا راه كاين واحد السيمافورو كي ريغولا اون ترافيكو ان ترانزيتو سو بونتي موبيلي او جيريفولي. تيقول ليا كاين اون سيمافورو كي ريغولا الترانزيتو او الترافيكو ان ترانزيتو con la presenza di un cantiere di lavoro او la un cantiere stradale. Domanda falsa, se Giulia, il segnale raffigurato preavvisa la presenza di un segnale di stop. Il segnale واش تيعلمني انه من بعد غادي نلقى السينيال ديال ستوب؟ فالسو. La terza domanda falsa li è nata di Giulia, il segnale raffigurato preavvisa l'accesso al pontile d'imbarco delle navi traghetto. تلقي هذا السينيال كيعلمني انه مثلا الصعود البونتيلي دي مباركو هو داك الجسر ديال العبور اللي كيكون فلا نافي، يعني مثلا فاش كتكون باغي تطلع التراجيتو تيحطو واحد بحال واحد الباب تيولي بحال جسر باش تطلع الطوموبيل وكذلك تتخرج، هذاك تيتسمى بونتيلي دي مباركو. فهاد السينيال ما تيقول لي عليه حتى شي حاجة، allora è falso. Quarta e l'ultima domanda. Il segnale raffigurato preavvisa un attraversamento ferroviario senza barriere. Il segnale كيعلمني انه غادي يكون اون اترافيرسامينتو واحد التقاطع ديال السكه الحديديه او السكه ديال التران سينسا باريري بدون حواجز. الورا فالسو، بيركي اون الترا فولتا هاد السينيال ما تيقول لي حتى شي حاجه على الاترافيرسامينتو فيروفياريو كون باريري وسينسا باريري، ما عنده حتى شي علاقه بيهم. الورا ديريتامينتي هاد لا دوماندا خاصني نختار فيها فالسو. ودابا ندوزو نكتشفو ان altro segnale ولا ان altro preavviso che si chiama il preavviso di deviazione per veicoli di massa superiore a 7 tonnellate. Nbdaw kif dima le domande vere e poi passiamo alle domande false. Domanda.
Il segnale raffigurato indica ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di cambiare strada, è vero, è il segnale che fa che ci fu meglio, lo Stefan, un divieto di transito per i veicoli di massa effettiva, di Lucca Zielhom, Ktar Mnsbaton, e non mi kdrux jimxiu direkt per Lucca, però devono cambiare strada per arrivare, devono prendere un'altra deviazione. Seconda domanda, o l'ex della prima domanda. Se sguglia, il segnale raffigurato consente, menita yesmeh, agli autocarri di massa pieno carico inferiore a 7 tonnellate di proseguire diritto. Sì, è il segnale che yesmeh l'arabet o gli autocarri, il kutla dielhom o la massa pieno carico inferiore a 7 tonnellate, il qal min 7 ton, انهم كتسمح ليهم يمشيو ديريتو. الديفيتو كاين غير العربات اللي الكتلة ديالهم كتر من 7 طنلات. الثالث واللي هو عنده نفس المعنى مع السؤال الاول غير الصيغة ديال السؤال بطريقة مختلفة، il segnale raffigurato non consente, لا يسمح ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di proseguire diritto. Vero, هذا السينيال ما كيسمحش للعربات اللي الكتلة ديالهم كتر من 7 طن انهم يمشيو ديريكت باش يوصلوا لوكا. طبعا حتى هي بحال لا تيرتا بحال لا بريما غير الصيغة ديال السؤال اللي مختلفة. السينيال رافيغوراتو انديكا اون ليميتاسيون دي ترانزيتو، ليميتاسيون يعني تيقيد العبور، يعني ماشي كاع لي فييكول يقدروا يدوزو سون تراتو دي سترادا، فواحد الطرف ديال الطريق بير فييكول دي ماسا افيتيفا سوبيريور ا 7 طنلات. فيرو حقيتاش هنايا بالنسبة للعربات اللي عندهم اكثر من 7 طن في الكتله ديالهم خاصهم يديروا لا ديفياسيون، ما يقدروش يمشيو في الطريق ديريكت بير لوكا. هذا علاش كنقولوا تيقيد الحركه ديال السير ديالهم، يعني ليميتاسيوني دي ترافيكو او لا دي ترانزيتو ديال العبور. domanda: il segnale raffigurato viene posto in vicinanza di un incrocio che anticipa un cantiere stradale. بما اني تاك نقول لك انه هذا السينيال غادي يلقاوه في قرب ديال واحد مفترق الطرق او لا واحد تقاطع ديال الطرق ونكروتشو كي انتيشيبا الذي يسبق لكي يسبق اون كانتيري سترادالي، يعني غلقاوه في واحد الانكروتشو اللي قبل من اون كانتيري سترادالي او لا موقع ديال الاشغال او لا الاعمال في الطريق. اي فيرو. لا سيستا دوماندا، il segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei per cantieri di lavoro sulla strada? C'è qualcosa di segnale? Fa parte, huwa juz, men segnali temporanei per cantieri di lavoro sulla strada? È vero, hadd segnal huwa wahed segnal o la juz men hadouk li segnal temporanei per cantieri e di lavoro sulla strada li huwa l'argomento di Elna. Le domande false. La prima, il segnale raffigurato indica che vogliono uscire a tutti i veicoli NGM Arabet che non è possibile proseguire il diritto per Lucca. Falso, Elesh, l'NND indica a tutti i veicoli NGM imshiu diritto e uslo Lucca. هنا غلط، لأنه هاد الديفيتو أو هاد بريافيزو دي ديفياتسيوني فهو خاص فقط بفييكولي العربات اللي هما كتر من 7 طنلات، لأن لا ماسة إفكتيفا ديالهم كتر من 7 طنلات. بمعنى إلا كانت لا ماسة إفكتيفا ديال الفييكولو كتساوي 7 أو أقل من 7 طنلات ممكن يمشيو في طريق عادي، فقط العربات اللي اكثر من 7 طنلات. domanda: il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a svoltare a destra al bivio seguente. تقريبا نفس السؤال الاول غير هو بصيغه اخرى، كلمات اخرى، قالك هذا السينيال واش اوبليغا كيلزم
جميع العربات زولتاري أديسترا إنهم يدوروا على اليمين على البيفيو سيغوينتي اسمع كلمة بيفيو هي لا ستيسا كوزا كي فول دير انكروتشو يعني تقاطع الطرق أو لا ملتقى الطرق سيغوينتي يعني اللي جاي اللي من بعد الورا فالسو لأن هذا السينيال خاص فقط كيف ما كنقولو كنعاود بالعربات اللي لما السيفتيفا ديالهم أكثر من 7 طنلات. دوماندا: il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autoveicoli di massa totale superiore a 7 tonnellate? Falso. Il segnale ma che imnesh sorpasso non vieta il sorpasso. Sorpasso c'è Geus o l'antengulo doublage track. Ma che darci gli egali al sorpasso? Ma non dovete scegliere al sorpasso. Altra domanda. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano 7 metri di lunghezza? O c'è il segnale che imne l'arabet li toglie la lunghezza ktar min 7 metri innahom imshiu fa trek? Galat, jenna gamni kan hadru la mkshubetna 7 T, yani 7 tonnellate, la massa effettiva. Il kutla meshi تولدي العربة تولدي العربة ما عنده حتى شي علاقة في هذه الحالة. غادي نكمل الفيديو ديالي. إلا عجبكم الفيديو عجبتكم الطريقة كيفاش أننا قرينا الأسئلة وكيفاش شرحناهم وعرفنا شنو اللي غلط أشنو اللي صحيح كيفاش أسئلة كيكونوا متشابهين يقدروا يكونوا غلط ويقدروا يكونوا صحاح في نفس الوقت. خليوا لي كومنتار ديالكم باش نعرف واش عجبكم هاد الميثود جديد ونقدروا كذلك نديروا فيديوهات جايين اللي كيهضروا بهذه الطريقه ونكملوا مع دي سينيال اخرين او اسئله اخرين اللي كيكونوا صعاب شويه ما كيتفهموش مزيان. وتسناوني ان شاء الله في الفيديو الجاي الى عجبكم بطبيعه الحال غادي تلقاوهم ديور بهذه الطريقه وغنكملوا الارغومنتو ديالنا.